وأثناها لقضاء بلد على الدور الذي يؤديه المعلم في المجتمع، مقدمين التهنئة لهذه الشريحة المهمة التي تنير بتضحياتها طريق الأجيال وبما يخدم البلاد ويعلي من شأنها. بهذه المناسبة، مناسبة عيد المعلم، نبارك للمعلمين والمدرسين الذين هم يقومون بتربية أبنائنا وإيصالهم إلى مراحل متقدمة. ونلاحظ من هؤلاء الطلاب اللي يتخرجون من هذا الأساتذة المعلمين، المدرسين، الأطباء، المهندسين وإلى آخره. فالمعلم هو المربي للأولاد والتلاميذ، ويعتبر البيت الثاني للطلاب. فنبارك لهم هذه المناسبة السعيدة، ونتمنى لهم الخير والموفقية. نقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى كوادر المعلمين وعيد المعلم. طبعا من علمك حرفا، من علمني حرفا ملكني عبدا. طبعا المعلم وصلونا وتعبوا علينا كالأب، يعني من يعلمك هذا يكون يعني فخر، فنقدم لهم أجمل التهاني والتبريكات. تهنئة خاصة لعيد المعلم ولكل المعلمين الذين يقومون ببناء مستقبل زاهر للعراق، يربون الأجيال ويربون أطفالنا. وحقيقة نشكر التربويين، يعني خرجوا كمعلمين، خرجوا مثلا كطلاب، كدكاترة، كصيدلانيين. حقيقة يعني تضحية كبيرة منهم يعني، فإحنا نشكرهم جزيل الشكر لهم. أب ثاني المعلم يضحي يعني بحياته ويضحي بأموره من كل من حياة الطالب يعني. أقدم لك التهاني والتبريكات للمعلم ولا كافة المعلمين في العراق بهذه المناسبة العظيمة. المعلم طبعا هو أب، هو مربي، وهو معلم نفس الوقت. احنا تعلمنا من السابق بأنه المعلم قدوة لنا. الجيل الحالي اختلف اختلاف جذري، زين. وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كثير على هذا الموضوع، بس يبقى المعلم نور يضيء لنا الطريق اللي نمشي عليه. نهني الكادر المعلمين التربوي الذي وصلونا لهذه المرحلة، الذي خرجوا ضباط ومهندسين، نهنيهم، واللي طلعوا طيارين نشكرهم، وجزيل الشكر للمعلمين والمعلمات.